لازم كمان كنا من هنا نحيي جدا جدا اللي سفارتنا في كينيا بتقوم بيها يا جماعه، اللي برضو بتوفر كل سبل الراحه لفرد في البعثه علشان يعني تحقق نتيجه في الاخر ايجابيه. السفير خالد الابيض سافرنا في كينيا معانا متحدثا على الهاتف. اهلا بيك سعاده السفير، اولا كل سنه وحضرتك طيب والف مبروك وشكرا جزيلا. اهلا وسهلا بحضرتك هاني. اهلا بحضرتك. اهلا بيكم وشكرا، وشكرا على الكلام الجميل ده. احنا بس السفاره بتأدي واجبها زي كل سفاراتنا، يعني اكيد ان المنتخب لما يكون موجود دي تبقى منافسه هايله ومنافسه جميله وحاجه بتسعدنا ان احنا اي حد في سفاراتنا في الخارج ان هو يعمل كل اللي يقدر عليه عشان يسهل. لا طبعا، يعني احنا يعني بنشكر حضرتك على الاستقبال الرائع، ودايما احنا متعودين وانا شفت ده بعينيا وانا لعيب مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر قد ايه سفاراتنا في الخارج بتقدم كل المعونه وكل المساعده وبتذلل العقوبات اللي ممكن تكون صعبه لو مش متواجده. ان حضرتك قمت بدور اكتر من رائع مع طبعا زملاء حضرتك في السفاره. اولا شفت زياره طبعا منتخب مصر لكينيا عامله ازاي، وعايزين نعرف من حضرتك كمان ردود الافعال بعد نهايه المباراه وتعادل المنتخب الكيني، وصول المنتخب مصر طبعا لامم افريقيا الكاميرون 21، لكن نعرف كمان يعني ردود الافعال على مستوى الشارع على مستوى الاعلام كان عامل ازاي بعد المباراه يا فندم. يعني هو بص على حاجه ممكن بس يعني اعكس لحضرتك رد الفعل بالنسبه للمقصوره للعدد الحضور القليل اللي كان موجود. هو طبعا في الجانب الكيني كانوا سعداء بالفريق بتاعهم لان هو فريق جديد وفي تقريبا 7 لعيبه جداد وهم بيكونوا فريق جديد، فكانوا سعداء الى حد كبير بالاداء. صحيح. طبعا كانوا زعلانين ان هم كان بالتعادل ما يقايلهمش. بالظبط. بس هم كانوا سعداء. طبعا الجمهور المصري كان برضه مبسوط وفرحان ان هو بيشوف فريقه، بس طبعا اكيد كان يتمنى نتيجه احسن، بس يعني مهم في الاخر التقافل ودي اهم حاجه، وان شاء الله ربنا يوفقهم والماتش الجاي بتاع جزر القمر تكون نتيجه ايجابيه ويبقى اول مجموعه دي. باذن الله. كان في اكيد ردود افعال سياده السفير بعد ما المباراه انتهت، صحيح حصل التعادل لكن في الاخير منتخب مصر تاهل، كلمنا حضرتك عن ردود الافعال ديت، الشارع الكيني بيتكلم ازاي بعد المباراه؟ هو حاجه احنا ما لحقناش لان احنا يا دوبك احنا لحقنا سياده السفير. عايزين نعرف من حضرتك يا فندم طبعا يعني الفرقه بعد الماتش ان شاء الله البرنامج بتاعها ايه؟ امتى السفر؟ رجعوا على الاوتيل هيوجهوا للمطار؟ احنا عارفين ان هم راحوا بطياره خاصه. برنامج منتخبنا بعد انتهاء المباراه عامل ازاي يا فندم؟ هم فعلا رجعوا فندق الاقامه عشان يتعشوا ويوضبوا الشنط ويتوجهوا للمطار بعد كده. سبقهم طلع يمكن من نص ساعه ساعه الا ربع كابتن احمد حجازي يعني حد هيسافر على طول على السعوديه. هيسافر على طول على السعوديه ان شاء الله، بالتالي طيارته كمان حاجه بسيطه، والمنتخب اعتقد يمكن في خلال دقائق لو ما كانش اتحرك اوريدي الطريق للمطار. سعادة السفير اكيد كان في استقبال او حفاوه خاصه او كلام من نوع خاص عن المحترفين وخاصه محمد صلاح، يمكن كان معانا امبارح حتى يعني احد الخبراء الاعلاميين من كينيا اللي تحدث عن يعني جمهور محمد صلاح في نيروبي، فعايزين حضرتك تكلمنا عن هل كان في كلام من نوع خاص كان عن محمد، استقبال خاص، ايه اللي حصل يعني الكواليس؟ لا طبعا حضرتك محمد صلاح نجم كبير ويعني نجم كبير وهم من قبل ما المنتخب ساعه ما وصلت كينيا اكثر الناس اول ما بتعرف ان انا مصري انا واي حد من اعضاء السفاره الجاليه المصريه اول حاجه بيكلموه طبعا ان انت محمد صلاح، وطبعا نجم زي محمد صلاح هو ده بصراحه هم دول اللي
تعكسوا او بيقدموا صوره هايله ودول السفراء الحقيقيين سفرائنا بس هم دول السفراء طبعا طبعا سفرائنا في الخارج لان هو سواء باخلاقه او بمهارته. وبعد كده الناس هنا كانت في مش بس اعتزاز دي كلاعب مهاري ولاعيب وصل للعالميه، لا كمان ان هو ابن القاره الافريقيه. وطبعا هو لما جه كان في يعني كان ناس مترقبه وصوله كانت صحيح مهتميه باخباره وكانت عايزه تصور معاه. وطبعا دي كانت مشكله طبعا ان هو ما ينفعش للاسف، وسواء من اول في المطار لفندق الاقامه حتى لما يروح الملعب الناس اي مواطن كيني يبقى في الطريق بيبقى مهتم انه حتى ياخد يبص له بصه يشوف محمد صلاح. بالتاكيد يعني بالتاكيد هو ونجوم المنتخب كلهم طبعا، بس بالتاكيد طبعا هو بيدي قيمه اضافيه للمنتخب. أكيد يا فندم قيمة إضافية، وحضرتك كمان قيمة كبيرة جدا. بنشكر حضرتك مرة تانية على المجهود الرائع في استقبال بعثتنا، في تذليل كل العقبات، في كمان يعني كل الأمور الإدارية اللي حضرتك قمت بيها. بنشكرك شكرا جزيلا طبعا على المجهود الرائع، وكمان تحياتنا لباقي أعضاء السفارة اللي أكيد كان ليهم دور أكتر من رائع يا فندم. كتر خيرك، مشتي جدا، شكرا على كلامكم الجميل ده، وبالتوفيق إن شاء الله. كثير الشكر. شكرا جزيلا ليك سعادة السفير خالد الأبيض سفير مصر في كينيا.